السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن تفسير مشاعرنا ومعتقداتنا وأفكارنا من منظور علوم الطاقة. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية. هدفي من القناة أدعمكم، أخلصكم من أي طاقات سلبية بتشعروا بيها بتأثر على حياتكم. النهاردة هنكمل السلسلة اللي بدأناها وهي التفكير المستمر في الأشخاص. الموضوع ده متشعب وليه أبعاد كتير جدا جدا جدا، يعني حلقات كتير مش هتكفي ان احنا نلم بهذا الموضوع. لازم نعرف شيء مهم جدا جدا، ان لكل شخص منا في مساحة شخصية ومساحة طاقية، وهشرح لكم دلوقتي يعني ايه مساحة شخصية ويعني ايه مساحة طاقية. المساحة الشخصية هو ان الشخص الاخر بيبين اعجابه بيك على ارض الواقع. ازاي؟ تلاقيه بيتقرب منك في الواقع المادي، يكلمك، يعدي من قدامك، يسلم عليك، يعترف لك بحبه. هنا دخل مساحتك الشخصية وعايز يتقرب منك وتعرف عليك مباشرة. طيب في ناس ما بتقدرش تتقرب من هذه المساحة الشخصية، بتبقى لأي سبب من الأسباب، يعني قد تكون خايفة من الرفض، قد تكون في علاقة خايفة ان انت تجرح مشاعرها، فهنا ما بيقدروش يدخلوا للمساحة الشخصية ليك مباشرة ويكلموك ويعترفوا بحبهم، فبيدخلوا لك من المساحة الطاقية، المجالك الطاقي. الشخص اللي بيخاف يكلمك او يتقرب منك في الحقيقة لأي سبب ايا كان، بيحاول يدخلك ويتقرب منك من خلال مساحتك الطاقية او مجالك الطاقي. هتلاقيه اخترق مجالك الطاقي. تعرف ازاي ان هو هنا دخل لمساحتك الطاقية واخترق مجالك الطاقي؟ بكل سهولة وبساطة، انت مش قادر تطلعه من خيالك، مش قادر تطلعه من افكارك. وهنا لما بيدخل لمجالك الطاقي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان عقلك اللاواعي دايركت مباشرة هتلاقيه دقلك جرس انذار لعقلك الواعي، وهيقولك انتبه، في شخص بيفكر فيك، في شخص دخل مجالك الطاقي. هنا عقلك اللاواعي مش بيفهم ولا يترجم هذه الانذارات الا في صورة ان هو تلاقيه بيفكر في هذا الشخص، تلاقي نفسك عمال تفكر في هذا الشخص. في ناس يعني مش بتعرف هذه الطاقات او مش بتقدر تتعرف على هذه الطاقات والمجال الطاقي والحاجات دي، فبكل بساطة بتلاقي انت عمال تفكر في الشخص ده. معناه ايه؟ معناه ان الشخص دخلك من المساحة الطاقية ليك، ما قدرش يدخلك من مساحتك الشخصية في الحقيقة، ما قدرش يحدثك، ما قدرش يكلمك، ما قدرش يتقرب منك، ما قدرش يعترف لك بحبه. ما فيش قدامه طريق غير ان هو يركز تفكيره عليك ويفكر فيك ويدخلك من خلال المساحة الطاقية او المجال الطاقي ليك. فبيحصل هنا ان انت بتفضل تفكر في الشخص ومش قادر تنساه، مش قادر تطلعه من دايرة افكارك. في عز انشغالك، في عز ما انت بتذاكر، في عز ما انت في الكلية، في عز اي حاجة تعملوا اعمله مشغولين، تلاقي الشخص متملك منكم. لو لقيت الشخص على طول 24 ساعة في دماغك وبيجي لك كمان في وقت انت مشغول فيه، اعرف ان الشخص الاخر بيفكر فيك مباشرة دايركت. علوم الطاقة يا جماعة ما بتهزرش. يبقى لما تلاقي عقلك مشغول على طول بشخصية محددة، حاولت كتير ما انتش قادر على طول مسيطر على تفكيرك، كأن روح وتلبستك، اعرف ان هنا الشخص عمال يفكر فيك ودخلك من المساحة الطاقية مش المساحة الشخصية. هو انا خايف، خايف من الرفض، خايف انك تجرحه. ممكن يكون هو في علاقة أو متجوز او اي حاجة وبيفكر فيك وخايف حد يعرف، فتلاقيه بيدخلك من مجالك الطاقي. فتلاقي علشان كده تلاقي معظم الناس تلاقيهم في شخصية معينة في دماغهم مش قادرة تطلع. الناس اللي زي ديت اللي بتعاني من التفكير المستمر، التفكير ده صعب جدا جدا جدا، بيسبب مشاكل عضوية ومشاكل نفسية وقلق وتوتر وأرق واكتئاب، يعني مشاكل لا حصر لها. علشان كده بقول لكم الحلقات في القناة لا تكفي، وعلشان كده بقول لكم لايك وشير كتير عشان في ناس بتدور على هذا المحتوى.
وانا معاكم مش هسيبكم، انا معاكم مش هسيبكم، لان انا عارفة خطورة هذا التفكير بيعمل ايه في الانسان، الخطورة الطاقية على الجسم المادي من هذا التفكير اللي وقع عليك. وبشبههم زي ما بقولت في كل الحلقات بان الشخص هنا بيكون عامل زي المسحور، كأنه شخص تلبسه. طيب السؤال المتكرر اللي بتسأله، ازاي اعرف ان الشخص هو اللي داخل لمجال الطاقي مش انا اللي دخلت المجال الطاقي؟ سؤال مهم جدا جدا عشان تعرفه وتتأكده وتطمنه. قلتها قبل كده وهقولها تاني وتالت، اما تكون حياتك عادية وبتشوف هذا الشخص يوميا او بتشوفه على طول وما بتحسش تجاهه باي مشاعر او اي طاقة، ومرة واحدة تلاقي عقلك منشغل بيه، اعرف هنا ان الشخص هو اللي دخل لمساحتك الطاقية واخترقها وبيفكر فيك، مش انت اللي دخلت لمجاله الطاقي. لازم تعرفوا كمان نقطة مهمة جدا جدا، ان تفكيرك في الشخص بيجي في عز انشغالك، تلاقي نفسك مشغول تعمل اي حاجة وتلاقي الشخص مرة واحدة قفز في دايرة افكارك ومش قادر تطلعه مع تفكير مستمر فيه، حتى لو حاولت تطلعه بيجيلك في عز انشغالك وانت مشغول تلاقيه جالك، مش انت قاعد كده مسترخي وعمال تفكر فيه واستحضرته، لا انت بتبقى مشغول بتذاكر بتعمل اشغالك اليومية وتلاقي الشخص على طول دخل في دايرة افكارك وتلبس دايرة افكارك ومش قادر يخرج منها وانت مش قادر مهما حاولت. ده بيبقى التفكير لا ارادي مستمر بيجيلك في عز انشغالك. كمان ازاي تعرف ان الشخص هو اللي داخل مجالك الطاقي مش انت اللي دخلت مجاله الطاقي؟ ان انت لما تسأل نفسك انا انجذبت لهذا الشخص ليه، ما انتش لاقي سبب مقنع، مش ده الشخص اللي انت كنت بتحلم بيه، مش ده الشخص اللي انت كنت رسمه في خيالك وفجأة مرة واحدة لا هو ده اللي انا رسمه في خيالي مع انه ما فيهوش اي صفات ولا مميزات من اللي انت كنت عايزها ولا كنت بتحلم بيه. اعرف هنا ان الشخص هو اللي بيفكر فيك. نقطة اخيرة كمان مهمة، ان الشخص ما يكونش انت مثلا فاتح الايميل بتاعه بتتفرج عليه بتقرأ الرسالة بتاعته، شفته معدي قدامك حاجة بتفكرك بيه وتقول لا انا هنا بفكر فيه، لا انا مش عايزة اي مؤثرات خارجية، انا عايزة يقفز في دايرة افكارك مرة واحدة من غير ما يكون في مؤثر قدامك بيفكرك فيه، ولا من غير ما يكون انت قاعد كده منسجم وعمال تفتكر في اشخاص وتستحضره، لا هو الشخص هنا بيقفز في تفكيرك فجأة مع وجود مشاعر، سواء مشاعر ايجابية او مشاعر سلبية. لو افتكرته بمشاعر ايجابية في عز انشغالك ولقيت نفسك مش قادر تتخلص من هذا التفكير، اعرف ان هو بيفكر فيك بمشاعر ايجابية وبيحبك. طب لو افتكرته وسيطر عليك مشاعر سلبية تجاه هذا الشخص، اعرف انه بيفكر فيك بمشاعر سلبية.